كان اسمها اللي درت شبه انقلاب على عبد الرحمن شلقم وطلبت عقد مجلس الامن، وحتى الان ما تكلمتش على شنو هي دوري، كلهم ناس بينا لعبد الرحمن شلقم وما كانش عنده دور على الاطلاق باستثناء الكلمه، ومن يوم اللي القى الكلمه الامم المتحده ما دخلهاش حتى الدخول ما دخلهاش لمده حوالي 5 شهور ولا 6، ولا كان موجود يوم اعتمدوا القرار الاول ولا يوم اعتمدوا القرار الثاني، ومع هذا ما تكلمتش مش وقته لانه سيكتب التاريخ في يوم من الايام، وسنكتب يوم اللي ظل لما نرتاحوا ولما ما فيش حد يقول هذا كتبه لانه يبي منصب.